بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن سن بسنته واتبع هداه. في هذه الليلة المباركة، ليلة الثلاثاء، الحقيقة نحن مع أمسية رائعة جميلة جدا الليلة مع سعادة الدكتورة آمنة القايدي من دولة الإمارات الشقيقة، ومحاضرتها الليلة وأمسيتها الليلة عن السعادة والقرآن الكريم. يا له من موضوع رائع جدا وموضوع قوي جدا ننتظره حقيقة منذ فترة، وقد نستقدم مع أختي سعادة الدكتورة آمنة منذ فترة واختارت هذا الموضوع لهذه الليلة. فنحن الليلة جميعا نستمع إلى أختنا سعادة الدكتورة آمنة جزاها الله عنها خيرا وبارك الله فيها لتبحر بنا في هذا الموضوع القوي جدا، وهو القرآن والسعادة، أو السعادة في القرآن. وإن شاء الله كلكم تستفيدون من هذا الطرح القوي. وأنا أعرف أختي الدكتورة آمنة من المفكرين الكبار فعلا. والآن سأقدم أيضا نبذة مختصرة عنها جزاها الله عنا خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. نتحدث اليوم بحول الله وقوته في هذه الأمسية الكريمة عن السعادة في القرآن الكريم. مرحبين بداية بأعضاء هذه النخبة المميزة فردا فردا، لأنهم من النخبة كما وسم هذا المنتدى المبارك، متمنين من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذه الأمسية بحول الله وقوته. بداية نتحدث عن اللغة العربية ونقول بأنها تمتاز بين اللغات باشتقاقها، وهي طبعا من اللغات التي تنتمي إلى اللغات السامية، وهي تتميز بهذا الاشتقاق الذي أدى إلى تعدد المعاني ووجود علاقات بين معاني الكلم فيها، وجعل ذلك خصيصة لها دون غيرها من اللغات. وجاء القرآن الكريم بلغته المحكمة وهو كلام الخالق المبدع، فيه من جماليات اللغة العربية واستغلالها الكثير، حتى غدا القرآن الكريم بلغته العربية الفصيحة الأنموذج الأول في جمال اللغة العربية، وفي استنباط طرائقها وجمال بنيتها وجمالياتها التركيبية والتعبيرية، مما جعل اللغويين على امتداد العصور وإلى يومنا هذا يتأملون تلك اللغة المعجزة ويستنبطون جمالياتها، وهي اللغة التي عجز كفار قريش عن الإتيان بمثلها كما ذكر القرآن الكريم في محكم آياته. وكذلك هذه اللغة هي اللغة التي احتج بها العرب عندما وخاصة اللغويين منهم عندما أرادوا وضع النحو، احتجوا بلغة العرب وبالقرآن الكريم ليستنبطوا منه قواعد النحو ويضعوا من خلاله الكتب التي تسهم في تعلم النحو وتكون أصولا له. وما زال اللغويون إلى يومنا هذا يتأملون تلك اللغة المعجزة ويستنبطون جمالياتها ويبحرون في تفاصيل الإبداع فيها في محاولة لبيان مظاهر الإعجاز المبهرة فيها. ومما يلفت النظر في لغة القرآن تلك الدقة المتناهية في اختيار المفردة القرآنية وقدرتها على التعبير عن المعنى بدقة ومناسبتها للموقف أو السياق، حتى أنك لو أردت استبدالها بغيرها مستغلا خاصية الاستبدال في اللغة لوجدت أنك تنحو عن الصواب بعيدا وتفسد المعنى المقصود باستخدامك لغيرها. وفي أمسيتنا الليلة سنحاول المرور على مفردة السعادة، والتي وردت في آيتين كريمتين فقط، وهما سعدوا وسعيد، إلا أن عددا من الكلمات المقاربة لها في المعنى جاءت بكثرة في القرآن الكريم، وسنتعرف على ذلك فيما سيأتي بعد أن نعرج على السعادة بقراءة القرآن أولا، ثم ننتقل إلى مفردة أو اشتقاق سعدة الذي ورد في القرآن الكريم. أولا سنتحدث عن السعادة بالقرآن الكريم. ورد
ذكر القرآن الكريم ووصفه في القرآن الكريم نفسه في عدد من المواضع في آيات الله تعالى، وذلك توضيحا من رب العزة لهذا القرآن ووصما له ببعض الصفات التي ذكرت في القرآن الكريم، ومنها قوله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. وكذلك قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول جل في علاه أن هذا القرآن لو نزل على جبل وهو الشامخ القوي الثابت الراسخ في الأرض لوجدناه قد تصدع وقد خشع، لما في القرآن الكريم من الوعد والوعيد الأكيد. فرغم قساوته وغلظته، لو كان هذا الجبل يفهم ويتدبر ما في القرآن الكريم لتصدع من خشية الله ومن خوفه ومن الخوف منه. فكيف لنا نحن البشر ألا تلين قلوبنا وتخشع وتتصدع من خشية الله جل وعلا؟ وجاء أيضا في موضع آخر قول الله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أي لكان هو القرآن، كأن القرآن يستطيع أن يقوم بهذا كله لعظيم إعجازه وعظيم فضله، لأنه كلام الله المعجز ولأنه من عند الله جل وعلا، كما قال تعالى في محكم آياته: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إذ كل الراحة والاطمئنان في الدنيا أساسه ذكر الله تعالى، وهو المطلب في الدنيا، إذ السعادة الحقيقية في الآخرة، وعلى الإنسان في الدنيا أن يطمئن بقضاء الله وأحكامه ويرضى بها، وبذا يتحقق له الراحة النفسية المطلوبة في الدنيا بتقلباتها وتحول أحوالها. فالسعادة بذكر الله، بتلاوة قرآنه، بتدبر معانيه، بالخشية منه عند سماع هذه الآيات المعجزة المبينة التي عجز كفار قريش بفصاحتهم وبيانهم عن الإتيان بمثلها، وذلك عندما تحداهم الله سبحانه وتعالى، ولأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن معجزة كلامية أذهلت البشر وما زالت من خلال تأملهم وتدبرهم لمعانيه ولما فيه من إعجاز وبيان ولغة وفصاحة وغير ذلك. ثانيا سنتحدث عن مواضع ورود اشتقاق سعدة في القرآن الكريم، وهي وردت في موضعين اثنين في القرآن الكريم، ووردت بصيغة واحدة سعدوا، وهي في الجنة فقط، لأنه لا سعادة حقيقية في غيرها، ولأنه لا تتكرر فرصتها في قوله تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. إذن السعادة في الجنة، وهي لم تذكر بمعنى السعادة إلا في هذا الموضع، ولكن ذكر اشتقاق سعدة في موضع آخر، وهو في تقسيم الخلق أو البشر إلى قسمين اثنين: شقي وسعيد، كما ورد لفظ سعيد، وذكرنا ذلك قبل قليل في قوله تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. وهنا يقسم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة الخلائق إلى قسمين: الشقي والسعيد. فالأشقياء هم الذين كفروا بالله، والسعداء هم المؤمنون المتقون. فالشقي هو شقي بسبب كفره وسوء عمله وتفريطه في حقوق الله، والسعيد منعم بسبب إيمانه وعمله الصالح. إذن هنا هي أتت للتقسيم، لتقسيم الخلائق
يوم القيامة إلى قسمين، الشقي والسعيد. جعلنا الله جميعا من السعداء في جنته بأمره ورحمته سبحانه. ننتقل الآن إلى الجزئية الثالثة، وأمسيتنا الليلة تمتاز بأنها موجزة مختصرة للتعبير عن هذه الألفاظ، وسنتحدث الآن عن مفردات قرآنية دالة على السعادة. قلنا بأن لفظ السعادة باشتقاق سعيدة في سعيد وسعيد ورد في تلك الآيتين فقط، أما وجود مفردات قرآنية أخرى تدل على معنى البشارة أو الفرح أو السرور أو كما نقول الحبور، كل المعاني التي تدل على معاني متقاربة أو مقاربة للسعادة وردت بشكل كبير في القرآن الكريم، وجاءت مبشرة بالنعيم وبالجنة وبغيرها مما كان في عهد الرسول أو ما سيأتي يوم القيامة من جزاء ونعيم وفرح مقيم للمؤمنين. وكلنا يعلم بأن القرآن الكريم جاء منهاجا ربانيا ووصفا حياتيا لكل ما في الحياة، ومبينا لحاجات الإنسان الجسدية والنفسية، شارحا ما يحتاج إليه في تفاصيل حياته من عبادات ومعاملات، مما يخلق عنده توازنا وراحة تقوده في نهاية الطريق إلى النعيم المقيم بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى، والسعادة الحقيقية في جنة الخلد. ولقد جاء رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله تعالى في مواضع عدة مبشرا ونذيرا للبشر، حيث قال تعالى مخاطبا رسوله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ولو أردنا أن نمحص المعاني والصيغ التي جاءت عليها البشارة في القرآن الكريم، فإننا نجد أن هناك عددا من الأقسام التي يمكن أن تصنف إليها هذه الألفاظ، ويمكننا أن ننظر إليها من جهات عدة. أحدها أنها وردت بصيغة الاسم تارة وبصيغة الفعل أخرى حسب ما يقتضيه السياق، كما جاء اشتقاق بشرة بمعنى البشارة على وجوه عدة، من جهة المعاني المقصودة منه تحديدا، وهي عموما ترتكز إما على البشرى في الدنيا أو الآخرة، موظفة هذه البشارة لدفع المؤمنين للعمل والاستزادة منه طلبا للثواب والأجر في الدنيا، ورغبة في الحصول أو بالأحرى رغبة ورجاء لدخول الجنة في الآخرة برحمة الله تعالى، وبث الطمأنينة والسرور في نفوسهم، كما جاءت تسلية للرسل عليهم السلام، وتبشيرا لهم بالنصر أو الولد أو الفتح وغير ذلك، كما حملت معنى ساميا وهو دور الرسل العظيم في جعل البشارة ديدنهم وهدفهم، فهم أداة لتبشير المؤمنين. الرسل طبعا هم أداة لتبشير المؤمنين وتقوية عزيمتهم ليمتثلوا لأوامر الله ويجتنبوا نواهيه جل في علا. وسنفصل هذه المعاني أو الموضوعات في ما سنذكره بعد قليل من خلال استقرائنا لمعاني البشرى المخصوصة في كل آية كريمة وردت فيها. ولقد آثرنا أن نبدأ بالبشرى ونركز عليها في هذا الموضع لكي تكون محورا جيدا ومعنا قريبا من السعادة التي هي المقصودة أو هي الهدف في النهاية لنصل إلى الجنة بحول الله وقوته. من أهم الموضوعات أو كل الموضوعات التي وردت البشرى فيها في القرآن الكريم، قمنا بتقسيمها أو قمت بتقسيمها إلى عناصر وموضوعات عامة، ثم فصلت فيها منها البشرى بالخير أحد الموضوعات العامة، والبشارة والإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رسول مبشر، أيضا البشرى جاءت بمعنى مضاد
رغم أنها مشتقة من البشارة بمعنى الفرح وبمعنى جميل يدل على معنى إيجابي، ولكنها جاءت بمعنى مضاد وهو البشارة بالعذاب أو البشارة بالأنثى عند كفار قريش الذين كانوا يكرهون أن يبشروا بالأنثى. أيضا جاءت البشارة في عدد من الآيات القرآنية للرسل، لبعض رسلنا عليهم السلام بشارة لهم بالغلام أو الولد، كما جاءت لفظة البشارة منفية أي لا بشرى لهم في عدد من المواضع. ثم بعد ذلك الإخبار عن البشير أو عن استبشار المؤمنين واطمئنانهم بالقرآن الكريم، أو عن الإخبار عن حال المؤمنين في الدنيا والآخرة من سرور وفرح في الدنيا ونضارة الوجوه في الآخرة. والإخبار كما قلنا عن البشير كان عن الرسل عليه السلام وعن غيرهم، كما في سورة يوسف البشير الذي حمل البشارة لسيدنا يعقوب بعودة ابنه، فكان هذا أحد المبشرين الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم. أيضا من المعاني التي ذكرناها أولا البشرى بالخير، ومن الخير الذي جاءت البشرى به في القرآن الكريم البشرى بلقاء الله تعالى في الجنة، أي وأيضا البشرى بالجنة ودخولها، البشرى بالثواب والرحمة، البشرى بالغيث والرياح، البشرى بالتأييد بالنصر والفتح، أيضا البشرى بالاطمئنان والمغفرة، والبشرى بالرؤية الصالحة، والبشرى بلحاق رفاق الشهداء بهم بعد موتهم. فكل هذه البشارات جاءت لتبشر المؤمنين، وأيضا في بعض المواضع جاءت لتبشر المعاندين المتكبرين من الكفار وغيرهم بالعذاب والمبالغة في إنذارهم والتهكم والسخرية منهم، وأيضا بشارتهم بالأنثى كما قلنا باعتبارها مصيبة عندهم. إذن هذه هي أبرز أو أهم الموضوعات التي وردت فيها البشرى في القرآن الكريم. من خلال هذا العرض السريع والاستقراء لمواضع ورود البشرى في القرآن الكريم، نجد أن القرآن الكريم يزخر بالألفاظ الدالة على البشارة، والتي جاءت فيما يزيد على 65 موضعا في كتاب الله، وكلها تتحقق للإنسان الذي اتبع نهج الله وتمسك بشرعه وسعد واطمأن بقراءة آياته وقصص السالفين واعتبر منها بعدم دوام الحال، فتستقر بذلك نفسه، لأن الدنيا لو استقامت لأحد لاستقامت للأنبياء والرسل عليهم السلام. أيضا نلحظ أن هناك ألفاظا أخرى غير البشارة وغير السعادة وردت في القرآن الكريم معبرة عن هذه المعاني أو معاني مقاربة، وهي الفرح والسرور، البهجة والانشراح والرضا واللذة وقرة العين والحبور، وكلها في النهاية تقود إلى سعادة الإنسان الحقيقية، السعادة التي يطمح لها كل إنسان، وهي السعادة في موطن الإنسان الأصلي وهو الجنة، إذ هناك أسكن أولا وإلى هناك يعود متجردا من كل المسؤوليات وكل الهموم، ويبقى شيء وحيد هو الاستمتاع بالنعيم، وقبله رؤية الملك الرحيم وصحبة النبي والصالحين، فأي سعادة بعد هذا وأي نعيم بعد هذا النعيم. يمكننا أن نجمل ما قلناه من أو في بداية هذه الأمسية السريعة بأن السعادة مرتبطة بالقرآن الكريم، مرتبطة بذكر الله تعالى، مرتبطة بأن نقرأ ونتدبر القرآن ونعتبر من قصص الأولين وتجاربهم وما حدث معهم، وأن نتيقن ونطمئن بأن كل الأحداث التي تحدث لنا
وتجري حولنا إنما هي بأمر الله مقدرة لنا لتكون عونا لنا في حياتنا، لتهيئنا لما هو أكثر صعوبة منها، لتجعلنا قادرين على مجابهة هذه الحياة على اختلاف ما فيها. فالسعادة بالقرآن وفي القرآن تجعلنا جميعا نأمل ونحاول قدر المستطاع أن نسعد باطمئناننا بقدر الله واعتقادنا بأن الله سبحانه وتعالى هو المدبر لأمورنا، هو الميسر لحياتنا، هو الذي يجعل الصعوبة أو يخرج من المحنة منحة، يخرج من المحنة منحة، فيكون هنا مركز السعادة ومركز الانطلاق هو نفس الإنسان الراضي بقدر الله تعالى. والسعادة على اختلاف المصطلحات والمفردات المقاربة لها، ليست مصطلحات ولكن مفردات مقاربة لها، وردت بكثرة في القرآن الكريم فيما يزيد على 200 موضع، وهي كلها تبث هذه الإيجابية وهذه الآمال الرائعة بفرح وسرور وسعادة وبشرى بجنة وخلود في الجنة بأمر الله وقوته، برضاه عنا وبرحمته بنا، وليس استحقاقا منا على أعمالنا. فنحن كلنا نرجو أن ننال الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى، لا بعملنا ونحن مقصرون في حق أنفسنا وفي حق الله تعالى. في الختام أقول: رزقنا الله إياكم جنته، وأكرمنا بالاطمئنان بذكره، ورزقنا طاعته وجنته بحوله وقوته. شكرا لكم، واعذروني على قصر الأمسية، وذلك لأنني حاولت أن أوجز بسبب وجود عدد من المهام التي نحتاج إلى جعلها أولويات، وربما تكون إن شاء الله لنا لقاءات قادمة بحول الله وقوته يكون فيها عمق أكثر ومعلومات أكثر. وأنتم نخبة مميزة، فيكم العلماء والذين أكون أو أقف أمامهم طبعا، وهم الهامات وهم القامات العظيمة في العالم العربي، وأنا التي تخطو خطواتها الأولى في التعرف على البحث العلمي وفي التعرف على أساليب القرآن وآياته ولغته، راجية من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن سن بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. كل الشكر والتقدير والامتنان لأختنا الفاضلة دكتورة آمنة القائدي من دولة الإمارات الشقيقة على هذه الأمسية الماتعة، فعلا المفيدة جدا، المذكرة لنا فعلا والموجهة لنا فعلا. الحقيقة يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، والعلماء هم من يوجهون الأمة ويوجهون الناس وينبهونهم إلى سعادة حياتهم والسعادة في الدارين. حقيقة أنا استمعت إلى هذه الأمسية الجميلة جدا المركزة جدا من أختنا دكتورة آمنة، واستفدت فعلا كثيرا جدا من هذا العطاء والتميز. أنا مداخلتي لأختي آمنة، الدكتورة آمنة حفظها الله: كيف أجعل القرآن لي ونيسا كل يوم، ليكون لي قائدا في حياتي ويبث السعادة في حياتي وفي حياة أسرتي؟ وشكرا لك، حفظك الله. وعليكم السلام ورحمة الله دكتور محمد شريف، رائد هذه النخبة الثقافية العربية. أشكر لك اعتقادك بأنني
في هذه المكانة التي وضعتني فيها وأنا لست من المستحقين لها، لأنني ما زلت في الخطوات الأولى في طريق العلم، ما زلت طالبة مبتدئة في هذا الطريق، وأرجو من الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يوجهنا إلى طريق الخير ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. كيف نجعل من القرآن منهاجا يبث السعادة في نفوسنا ويجعل حياتنا أكثر سعادة؟ ذلك يكون من خلال التدبر في قراءة القرآن الكريم. حينما نتدبر في قراءتنا للقرآن الكريم، فإننا نجد أن القرآن يخاطبنا، يكلمنا. فلو قرأنا يوما صفحة أو صفحتين أو ثلاث بمقدار الورد الذي وضعه الإنسان له، فإن ذلك يحيي قلبه. وأيضا يحدثه عن تفاصيل حياته، فالقرآن بقصصه وعبره وقصص الأولين الموجودة أو الواردة فيه لم تكن هي مقصودة فقط لذلك الزمن أو لتلك القصة أو لتلك أو لذلك الموقف، ولكنها مقصودة للجميع، لجميع خلق الله تعالى، لكل قارئ للقرآن الكريم. لذا عندما نقرأ القرآن نسعد بأن الله سبحانه وتعالى يخاطبنا فيه، يحدثنا بأحكامه، بأوامره، بنواهيه، بكل تفاصيل القرآن الكريم. لذا فنحن نسعد ونجعل القرآن محور سعادتنا ومركزا لاطمئناننا ولجوئنا لله جل وعلا من خلال شعورنا بأن القرآن حي، بأن القرآن ينظر إلى حياتنا ويوجهنا فيها. لذا دائما نتدبر القرآن الكريم، وما زال في القرآن الكريم الكثير والكثير من الأشياء والنكت والإبداع اللغوي الذي ما زال طلاب العلم والعلماء يبحثون فيه ويستخلصون جمالياته. بارك الله فيك دكتور محمد، ورزقك السعادة، ورزقكم جميعا السعادة بحول الله وقوته. شكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النخبة الثقافية الطيبة المباركة، كل الشكر والتقدير للأستاذة أمينة على هذه الأمسية القيمة، كيف لا تكون كذلك، والأمر يتعلق بالحديث عن السعادة التي ننشدها جميعا، ولا سعادة إلا بالقرآن الكريم. فالقرآن الكريم كما تفضلت الأستاذة الكريمة هو مصدر السعادة، والذي يعتصم به ويتمسك به فبكل تأكيد هو يتمسك ويعتصم بكل الأسباب المحققة لهذه السعادة التي ننشدها. فإذا غاية القرآن الكريم أولا وأخيرا هو إسعاد هذه البشرية. يقول الله عز وجل: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. والمراد أن القرآن إنما نزل لنسعد ولنحيا به حياة طيبة. مشكورة الأستاذة الكريمة، تحدثت عن الكلمات والمرادفات التي تستفاد منها هذه السعادة، كالبشارة والحياة الطيبة والتبشير بالنعيم وغيرها من الأمور. لو تفضلت أستاذ الكريمة، عندي سؤال فيما يتعلق بقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الآية الكريمة استشعر أنها يعني تتحدث بكل مكوناتها عن السعادة الحقيقية. نأمل منكم أستاذ الكريمة أن تتفضلي بوقفة وإبصار لهذه الآية الكريمة. هل الحياة الطيبة هنا تتعلق بالدنيا أو بالآخرة أو هما معا؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا أم في الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
بارك الله فيك أستاذ الكريم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من السعداء في الدنيا وفي الآخرة، والسعادة إنما تكون بالقرآن وبالقرآن فقط. والسلام عليكم ورحمة الله. الأستاذ أسامة أيمن، أشكر لك مداخلتك في قوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. هنا هذه كأنها بوابة للاطمئنان البشري، لأن كل الناس خطاؤون وخير الخطائين توابون، لذا فإن الله سبحانه وتعالى غفور لذنوبنا، رحيم بنا، عالم بأحوالنا وبتقلباتنا، وبأن الشيطان قد يتغلب علينا أحيانا. فهل يعد هذا مدخلا للسعادة في قلب المرء؟ بالطبع هو مدخل للسعادة في قلب المرء، لأنه علم أن خالقه قد علم طبيعته، فالخالق أعلم بالمخلوق بطبيعة هذا الإنسان وبتكوينه وبتغلب الأهواء والشيطان عليه في بعض الأحيان. لذا لا ييأس الإنسان ولو كان عاصيا لربه، بل بالعكس يسعد، لأنه يعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى يقبله مهما كانت معصيته، يقبله إن تاب وعزم على عدم العودة إلى ذلك الذنب. أيضا الشق الآخر من سؤالك: هل السعادة تتحقق للمؤمن في صلاته وزكاته وصيامه وحجه؟ طبعا، لأن هذه حقوق، وأيضا هذه من أركان الإسلام، والصلة صلة بين العبد وربه، والزكاة هي حق للناس، مشاركة مجتمعية، فيتحقق بها سعادة للمرء بالعطاء، وسعادة للآخذ بأنه قد نال من الغني وهو الفقير المحتاج. وكذلك أيضا الصيام وما فيه من جنة ووقاية للإنسان، والحج وهو الإقبال على الله والتطهر والتنقية من كل الذنوب، حتى إذا قبلت حجته عاد كأنما ولدته أمه، فأي فرح وأي سعادة بعد هذا. حفظك الله دكتور، وبارك الله فيكم جميعا. أيضا دكتور أسامة أيمن أمين عفوا يسأل: أم أننا نبحث عن لقب السعادة فقط في كتاب الله تعالى لنشبع رغباتنا؟ ليس لنشبع رغباتنا، ولكن لكي تستقر نفوسنا وتهدأ أرواحنا ونطمئن بيقيننا على الله سبحانه وتعالى، وبأن الله سبحانه وتعالى معنا، ولأن الإنسان دائما يبحث عن الراحة، حتى لو كان الإنسان جالسا دون عمل ودون أي مسؤوليات ودون إرهاق، فإن ما حوله من أحداث في الحياة، من متطلبات للأبناء، من غير ذلك، يجعله يشعر بأن الحياة ما زالت صعبة، وأنه محتاج إلى أن يبحث عن السعادة. لذا يعني نجد أن السعادة الحقيقية هي يقين ورضا واعتقاد أن كل ما يحدث لنا وكل شيء قدره الله لنا هو خير وهو سعادة. يطمئن الإنسان، يعني ماذا أستطيع أن أغير إذا حدثت لي فاجعة لا قدر الله، وحدثت لي مشكلة كبيرة ولم أستطع حلها؟ هل أقف عندها وأنوح على ما حدث، أم أنني أتصبر وأشكر الله وأحوقل وأقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم أجرني في مصيبتي وأبدلني خيرا منها؟ إذن الله سبحانه وتعالى أعطانا منهجية التعامل في هذه الحياة، منهجية التعامل مع الأحداث، منهجية التعامل مع الأفراد، منهجية التعامل مع النفس الأمارة بالسوء. وجزاك الله خيرا أستاذي الفاضل. الشكر موصول لك دكتور صدام العبيدي، وبارك الله لك فيما قلت، وأضفت لنا أيضا من هذه المعلومات القيمة، بارك الله فيك وأشكرك شكرا جزيلا. هل السعادة لا تعرف طريقا لمن يعيش في الغرب؟ في الحقيقة يقال: الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن.
طبعا المؤمن غير المتيقن بالله سبحانه وتعالى وغير الراضي بأحكامه وبقضائه وبقدره، ولكن هل هي سعادة؟ لا أعتقد، لا أعتقد، ربما استمتاع نقول آني ووقتي بالملذات وبالأموال وبالطبيعة وبغيرها من الأشياء، ولكن هل هي سعادة حقيقية؟ لا، تجدهم يعني في ضيق دائم، في تبرم، لدرجة أنهم لا يريدون أن يحدثوا أحدا. من الملاحظ جدا يعني بأنهم لا يريدون أن يحدثوا أحدا، انقطاع العلاقات بينهم بشكل كبير، كثير من المظاهر التي تدل على انعدام السعادة وعدم وجودها. حتى بدأوا الآن يدرسون السعادة ويحاولون أن يجدوا آلية لبعثها في النفوس. شكرا لحضرتك دكتورة أمنة على هذه المفاتيح التي قدمت بها حول السعادة. كما توقعت فقد تناولت لفظ السعادة، فأما الذين سعدوا ومنهم شقي وسعيد، وقصرت أن السعادة لا تكون إلا في الآخرة. الحقيقة دي كلام جميل وكلام يعني نتفق عليه، إنما أقصد المسلم يعيش في دنياه سعيدا، سعيدا بإسلامه، سعيدا بربه، سعيدا بنبيه، سعيدا بشرائع دينه. فأعتقد أنه بمفهوم السعادة الروحية فالمسلم سعيد في جميع أحواله، سعيد في قضائه وقدره، في إيمانه بالقضاء والقدر، سعيد في أنه يعلم أن كل شيء ما حدث له قد كتب، وأنه مسجل، وأنه ما أصابه من خير فمن الله، وما أصابه حتى من مصيبة فوراء المصيبة ربما قد تأتي خيرا كثيرا. السعادة الحقيقة في الإسلام يجب أن نقول كيف يكون المسلم سعيدا في صلاته، سعيدا في زكاته ونفقاته، سعيدا في حجه، سعيدا في إيمانه بربه، سعيدا في صلة أرحامه. نقارن بين السعادة عند المسلم والسعادة عند غير المسلم أو عند الكافر. تجد الكافر لا سعادة له في الدنيا، هو بيجري ورا سراب، إنما المؤمن في كل خطوة، كل عمل، حتى وإن كان مثقال ذرة، يعلم أن هذا المثقال الذرة من الخير سيوصله إلى الجنة. فحضرتك فتحت بابا للدخول إلى أبواب أخرى: السعادة، البشارة، الفرح، السرور، الطمأنينة، الأمن. كل دي عناصر السعادة، السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة. والمفروض أن يحيا المسلم سعيدا في دنياه وفي آخرته، وإلا لو قصرنا السعادة تبقى السعادة في الآخرة. طب وما فائدة الدين؟ يوصلنا للآخرة، بس يجب أن نكون سعداء. هذه أول نقطة. وبالتالي حضرتك فتحتي مفاتيح لمواضيع كثيرة عليك أن تكملها في، ونتوقع الطمأنينة في القرآن، الفرح في القرآن، البشرى في القرآن، وفي المقابل السعادة يبقى يكون يقابلها التعاسة. لماذا يعيش الناس تعساء؟ باختصار شديد، لأنهم بعيدون عن الدين. آخر بس ملاحظة أحب أقولها لحضرتك، إنك قلتي إن لو أنزلنا هذا القرآن لا تصدع وبعد خشعة، لا ما ينفعش، لازم الأول يخشع، لأن بتحصل في الصخر أو بيحصل في الجبل الأشياء دي بتخليه مجهد، بنسمي احنا في علم الجيولوجيا الإجهاد، وبعد ما يجهاد يبقى أصبح ضعيفا فيتصدع. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين، لأنه بكلمة لا إله إلا الله بتحدث صدعا. وأنا سعدت بسماع محاضرتك من أولها إلى آخرها، وجزاك الله كل خير. السلام عليكم دكتور حسني، شكرا لك على هذه المداخلة.
طبعا ربما أشرت إلى أن السعادة الحقيقية والكاملة بمعناها الكامل، والسعادة التي لا يشوبها حزن ولا ألم ولا هم، هي السعادة في الآخرة. ولكن بالطبع وبالتأكيد، وأنا أؤيد كلامك وبقوة، بأنها في الدنيا موجودة. سعادة المؤمن بسجوده أثناء صلاته، لأننا ندعو: اللهم لا تحرمني من لذة مناجاتك في الدنيا ولا لذة النظر لوجهك الكريم يوم القيامة. لذا فهاتان هما قمة الاستمتاع واللذة والسعادة، سواء في الدنيا أو في الآخرة. ولولا ذلك لم استطاع الإنسان الاستمرار في هذه الحياة. هو سعيد بدينه، هو سعيد برضاه بقضاء الله وقدره، سعيد بتقديمه الصدقة وبقيامه بأوامر الله وابتعاده عن كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. كل هذا بالتأكيد يبث في نفس الإنسان السعادة. ولكن السعادة المطلقة الدائمة المستمرة التي لا تنقطع هي في الآخرة. أما في الدنيا فلولا أننا نسعد حينا ونحزن أحيانا لما استطعنا أن نعيش على وجه هذه البسيطة. أما بالنسبة للبشارة في القرآن والفرح وغيرها من الألفاظ، بالفعل أنا قمت باستقراء هذه الألفاظ في القرآن الكريم، وبصدد بحول الله وقوته أن أنشر كتابا في هذا الموضوع بحول الله وقوته. ثم بعد ذلك طبعا أستاذي الفاضل، وأنت البارع في الإعجاز العلمي، بارك الله فيك وزادك علما، ودائما تبهرنا بآرائك العلمية وبالإعجاز العلمي في القرآن الكريم. جاءت الآية أساسا في القرآن: لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وهذا الترتيب وكل ما جاء في القرآن إنما جاء على علم من رب حكيم خبير بما خلق. وطبعا العلم بدأ يكتشف كل ذلك مؤخرا، ولكن الله سبحانه وتعالى أنزله وحيا على رسوله صلى الله عليه وسلم منذ 1400 سنة ويزيد. لذا أشكرك على هذه الملاحظة، وربما قمت بالاستبدال نتيجة للسرعة، فاعذرني على ذلك، بارك الله فيك. دكتور أمنا، شكرا على هذا العطاء الجميل وهذا الفكر الرائع جدا العميق. الحقيقة أنا لفت نظري الليلة عن السعادة ما قاله ابن تيمية رحمه الله: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك وغيرهم ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف. طيب، كلام جميل من عالم معروف ابن تيمية رحمه الله، لكن ماذا يقصد ابن تيمية عندما قال الكلام هذا بالسعادة؟ أين وجد السعادة تماما؟ شكرا دكتور أمنا. شكرا دكتور محمد على هذه المداخلة. طبعا قول ابن تيمية كما ذكرت وأشرت ونسبت له بأن لو علم الملوك ما نحن فيه من السعادة لجلدونا عليها بالسيوف. السعادة هي سعادة الاتصال بالله، السعادة بالاشتغال في طلب العلم وفي نشر العلم وفي استمرارية الأجر حتى بعد الوفاة، استمرارية الأجر، لأن العمل الذي لا ينقطع بعد وفاة الإنسان المسلم منه علم نافع ينتفع به. وأيضا السعادة بالإسلام، السعادة بالارتباط بالله سبحانه وتعالى. الغني أو الحاكم مشغول بالدنيا، مشغول بأمور الحكم، مشغول بالمال، مشغول بغيره. لذا قيل: حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. وقيل أيضا: نهمان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. فكل منهم نهم في مجاله، طالب العلم نهم في طلب العلم، وطالب المال نهم في طلب المال. ولكل نفس ما تهوى أو ما تريد أو ما تطمح. لذا فالسعادة التي وجدها ابن تيمية وجدها علماؤنا السابقون هي سعادة
الارتباط بالله سبحانه وتعالى والقرب منه سبحانه وتعالى والاتصال به، ولولا هذا الاتصال وتلك السعادة لما فتح الله عليهم تلك الفتوح العظيمة في مؤلفاتهم وفي كتبهم التي ما زالت حتى يومنا هذا منارات وأشعة خير ينتفعون هم بها في قبورهم إلى يوم يبعثون. السلام عليكم دكتورة أمنة، شكرا على هذه المحاضرة القيمة. لكن أنا أقول اللي هي السعادة هي فن تذوق الحياة، فكيف ممكن قياس اللذة مع الألم؟ لأن احنا نعرف كل الزين أنه السعادة تأتي بعد ألم، فكيف يمكن القياس بينهما وهم مرتبطين ارتباط يعني جوهري؟ شكرا جزيلا. شكرا لك دكتور على هذه المداخلة. طبعا هناك سعادة تأتي بعد الألم، وهناك سعادة تكون بالارتباط بالله سبحانه وتعالى، ليس شرط أن تكون السعادة فقط بعد الألم. إذا كانت السعادة فقط بعد الألم ستكون الحياة ليست سهلة، لأننا نسعد مجرد أن الله سبحانه وتعالى أعطانا فرصة الحياة في يوم جديد، فرصة لذكره سبحانه وتعالى، فرصة لتجديد الطاعة ولعبادة الله سبحانه وتعالى حق عبادته. هذه كلها مجالات وفرص للسعادة. السعادة بالسجود بين يدي الله لا يشترط أن تكون بعد معاناة أو بعد طلب حاجة من الله تعالى، بل هي ديدن من أراد السعادة وعادة لمن أراد أن يرتاح ويتصل بالله ويحقق لنفسه الهدوء والراحة والسعادة في ظل الحياة. في الحقيقة أنا أختلف معك أن السعادة يجب أن تكون فقط بعد المعاناة، بل السعادة هي أن نبحث عنها في دواخلنا من خلال ارتباطنا بالله جل وعلا. الدكتور آمنة، حقيقة أنا لدي سؤال، وهذا السؤال يعني ثقيل قليلا. يعني هناك من يقرأ القرآن ويكثر من قراءة القرآن، وربما يحفظ القرآن ويحفظ التفسير ويحفظ إلى آخره، ولكن لو تعمقنا في حياته لوجدنا أنه يعني يذهب إلى المحرمات ويذهب إلى غيرها. لماذا هذا التناقض في حياة ذلك الشخص دكتور آمن؟ لماذا لم يؤثر في القرآن؟ لماذا لم يرى السعادة في القرآن كما ذكرتي، بالرغم أنه يحفظ القرآن ويحفظ التفسير ويعرف القرآن؟ شكرا دكتور محمد. طبعا نحن نعرف أن الإنسان في حياته يمر بتقلبات. هذا الإنسان الذي يحفظ القرآن ويحفظ التفسير ويقرأ القرآن ولو أنه اتجه إلى المعاصي واتجه إلى المحرمات كما ذكرت، فإن هذا قد يكون إما شيئا مؤقتا أو تغلبا من الشهوة ومن تلك المحرمات والمعاصي على نفسه وعلى ذلك الكم الهائل من القرآن الكريم ومن الحفظ له ومن التفسير، لأنه قد يكون حفظه دون أن يكون قد ارتبط بما فيه، يعني يقرأه ويحفظه دون أن يكون قد نحت في قلبه أو أثر في حياته، بل هو حفظ كما نقول غير مؤثر أو غير موجه له في حياته، يعني كأن الحفظ هو شيء غير مؤثر في حياته، هذا القرآن غير مؤثر في حياته إن كان في مرحلة من المراحل، مجرد تغلب على تغلب النفس الأمارة بالسوء على الإنسان، فهذا الإنسان يعود وينيب إلى ربه ويتوب بإذن الله تعالى، لأنه يعلم
بحفظه الذي كان في الأساس عن اقتناع وبمحبة وبارتباط بذلك القرآن، يعرف بأن سعادته هنا، وبأن العودة والحق في اتباع أمر الله واجتناب نواهيه. ولكن إن كان حفظه مجرد حفظ لإرضاء الوالدين مثلا، أو لأن هذا الأمر معتاد في المجتمع، فذلك أمر مختلف تماما، لأن القرآن يربي الأنفس، القرآن الكريم يربي الأنفس، والشخص الذي لا يتعظ ولا يتربى بالقرآن فهذا هو الخسران المبين. فعلا هذا هو الخسران المبين. الحياة فيها كثير من الأشياء، وفيها كثير من الأمور التي تجعل الإنسان في اليوم يفكر بأن يبتعد، وأن يبحث عن السعادة في أشياء يرى كل الناس يتظاهرون بأنهم سعيدون بها، ولكن في الحقيقة حتى من يذهب إلى المحرمات فإنه في النهاية أتعس الخلق، أتعس الخلق، لأن في قلبه ولو ذرة من الخشية والخوف من المآل والمصير في نهاية حياته. لذا يجب على الإنسان دائما أن يكون أن يهذب نفسه ويربيها بشكل دائم، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل لنا هذا القرآن ووجهنا بسنة النبوية الشريفة، وأيضا جعل في نفوسنا تلك النفس الأمارة بالسوء. إذن الإنسان لا يخلو مهما على شأنه في حفظ القرآن الكريم وفي تفسيره وفي غير ذلك، من أن يجانب الحق، وأن أيضا يبتعد عن الطريق أحيانا لمن تغلبه نفسه. ولكن رزقنا الله جميعا حفظ القرآن وحسن تدبره والشعور بمعانيه التي تربي نفوسنا وترتقي بها إلى قمة الأخلاق وقمة الارتباط بالله والالتزام بشرعه. وبهذه الإجابات الراقية القوية العميقة من أختنا سعادة الدكتورة آمنة القايدي من دولة الإمارات الشقيقة، الحقيقة استمتعنا بليلة أمس وأمسية عميقة جدا، استمرت لأكثر من ساعة ونصف لله الحمد. أعطتنا فيها الدكتورة آمنة كثير من العطاء والجهد وإجابة المداخلات بالإجابات العميقة جدا. والحقيقة أنا أشكر كل من تداخل معنا الليلة في هذه الأمسية الجميلة جدا، وطبعا ننتظر من سعادة الدكتورة آمنة إن شاء الله ليلة أخرى أو أمسية أخرى قريبا لنستكمل فيها عن القرآن الكريم السعادة والحياة وماذا يجب علينا في القرآن، وهي عالمتنا في هذا المجال، فجزاها الله عنا خيرا وبارك الله فيها. والآن أترك المجال لسعادة المستشار الأستاذ الدكتور أسامة أمين ليكرم لنا هذه القامة العربية الكبيرة، نظرا لأن الأميرة سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة الليلة مرتبطة وأنابت عنا طبعا سعادة الدكتور أسامة، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيدات والسادة أعضاء المنتدى. نظرا لارتباط سمو الأميرة دكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود بارتباطات مسبقة، ومع حرصها البالغ على أن تتواجد في كافة الأمسيات والحوارات التي تعقد بالمنتدى والتي تثري الفكرة والثقافة والمعرفة، فيسعد سيادتها أن تتقدم بالشكر والتقدير إلى سعادة الدكتورة آمنة القايدي في أمسيتها
التي تقدمت بعنوان السعادة في القرآن قراءة وتدبرا، ويسرها أن تهدي إلى سيادتكم هذه الشهادة تقديرا لجهودكم وتتويجا لأعمال المنتدى في هذه الأمسية الراقية. شكرا دكتور محمد على هذا الإطراء، أشكرك شكرا جزيلا، وأشكر أيضا دكتور أسامة أمين على استفساره لماذا نجعل السعادة وقتية، فنقول صباح السعادة ومساء السعادة، ربما لأننا في كل صباح نبحث عنها وفي كل مساء نبحث عنها، ولكن الأحرى أن لا نبحث عنها في الأوقات بل نبحث عنها في دواخلنا، فنحن بحاجة أن نجدها في دواخلنا أكثر من حاجتنا إلى البحث عنها في أوقاتنا وفي من حولنا وفي الأشياء والممتلكات التي نمتلكها، بل نبحث عنها في دواخلنا أولا. شكرا لكم على هذا التفاعل، أشكركم شكرا جزيلا عميقا، وأتمنى لكم سعادة دائمة بحول الله وقوته مستمدة من دواخلكم وبارتباطنا جميعا بخالقنا، لأننا في المنشأ وفي المآل من الله وإلى الله. بارك الله فيك دكتورة شاهة، وشكرا لكم جميعا على هذا الاحتفاء، وأتمنى أن يوفقنا الله جميعا ويوفقكم في جميع نواحي حياتكم. شكرا لكم وعمتم مساء، وأتمنى أن نلتقي على خير في أمسيات قادمة بحول الله وقوته، ولكن ليس قريبا كما طلب الدكتور محمد، ولكن بعد فترة من الزمن نظرا لبعض الارتباطات. بارك الله فيكم وأشكركم على هذا، على هذه النخبة المميزة والفريدة في هذا المنتدى المبارك. حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.